السيلية مع المركز الاول، بينما المركز الثاني تصل فيه غيهبان حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت وتقدمت في المركز الثالث سحابة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، والمركز الرابع حرير حمد بن غانم بن سلطان الهديفي بطل معاذر مشارك بأوراقه الرابحة في شوط المهرجان، في شوط الملايين، في شوط الاعلام، في شوط اكون او لا اكون. كل الاوراق الرابحة زجت ودفعت في هذا الشوط المفتوح لابناء القبائل، بينما المركز الخامس تصل وتتقدم نوف محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، حيث تشارك في شوط السيف، والحدث يستاهل التوصيف، وقام شوط يحير الأذهان، شوط ناري مسرع ومخيف فيه حرق كروت كالنيران، لأن شوط السيف له تصنيف ومثل هذا الشوط في الأزمان، شوط واللي فيه كم وكيف، شوط واللي فيه كم وكيف، فيه سبق غاليات أثمان والمعرف ما يبي تعريف، شوط أيضا استثنائي سيف المهرجان لأبناء القبائل ليلة ما قبل الختام. أين يذهب السيف يا جماهيرنا الأعزاء؟ هجن السيلية، هجن السيلية، الهجن المرشحة، الهجن التي تبحث وتقاتل للسيف، هذه على المقدمة تستفتح شوط السيف مع حمية الحاضرة في أصعب الظروف في أقوى الأشواط، حمية السيلية واللورد عبد الله بن سعيد العيدة. هل يكون السعيد العيدة في مساء هذا المهرجان، المهرجان الغالي، مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؟ يا لهذا السيف من مكان عند المشاركين، يا هو سيف، يا هي ليلة تاريخية. في هذا المساء بدأ التسلل، بدأ الانطلاق، بدأ التحرك هنا من شعار أيضا بطل معاذر مع سحابة من سحابة الشوط. الله يا سلام، اسمين قويين على رسلك يا ابو ناصر، على هونك يا ابو ناصر. ما زال للحديث بقية، ما زلنا في بداية انطلاقة هذا الشوط، وهجن ايضا بطل معاذر وممثل معاذر تسيطر وتحيط بسيف الامير الغالي، احاطة السوار بالمعصم من خلال الثنائية على مقدمة الشوط. يتمنى ابو ناصر انتزاع هذا السيف الغالي. الله يا سلام، يا سلام، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يقدم اسميني على المركزين الاول والثاني في شوط السيف يا ابو ناصر، شوط السيف يا ابو ناصر مع المركزين الاول والثاني. تسللت حرير، تقدمت حرير، انفردت حرير بالسيف في وقت مبكر، وهذا دليل على حرص حمد بن غانم بن سلطان الهديفي لاختطافه، لانتزاعه للمشاركة في هذا الحدث الهام، هذا الحدث التاريخي، هذا الحدث الغالي لأبناء قطر، لأبناء الخليج. المركز الثاني أيضا لذات الشعار سحابة مع المركز الثاني حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، والمركز الثالث هنا حمية العيدة، حمية هجن السيلية مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع غيهبان. يا سلام يا غيهبان، أحد الأسماء المرشحات وصيفة السيف في مهرجان سيد الأمير الوالد، تبحث الليلة غيهبان عن اختطاف هذا السيف الغالي، وعن أيضا إضافة هذا السيف إلى الرموز التي في رصيدها من خلال المركز الرابع الواثق. قدم مبهر في الشوط المفتوح، ويقدم غيهبان، ويقدم الجموح، ويقدم باركلين، هذه الأسماء القوية. يبحث من غدير، يبحثون أبناء مرغم عن هذا السيف الغالي، سيف المهرجان مع المركز الرابع غيهبان حمد بن راشد بن حمد بن غدير صاحبة السيف
في مهرجان الأمير الوالد. هذه البطلة، هذه المتوجة تبحث عن السيف الثاني على التوالي في هذا الموسم. هذه غيهبان على المركز الرابع، بينما تصل فن الله صاحبة السيف العام الماضي والتوقيت 12 دقيقة و12 ثانية في مهرجان الختامي. هذه فن بطلة هذا الشوط في العام الماضي مع ملك السيوف، مع ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند، يصل مع أحد أقوى الأسماء المرشحة، الأسماء التي حازت على السيوف متعودة فن على السيف، تعرف أيضا أشواط السيوف، تظهر في اليوم الكبير، تظهر في الأشواط الحساسة. هذه فن ناصر بن عبد الله المسند يقدم فن، تتسلل من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث. أيضا سيري، سيري وعين الله ترعاك يا فن، حمية على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تصل ملوح، تقدمت ملوح مبارك بن محمد بن صالح بن نصره العامري، وأيضا تصل هنا زعفرانة في أول نداء لخليفة بن خليفة العطية، يقدم زعفرانة على المركز الخامس، تسللت إلى المركز الرابع. بدأنا نقترب من السيف، قال الخبراء، قالوا بعض الملاك ستتحدد معالم السيف من 3 كيلومترات الأخيرات، وبدأنا نقترب من لوحة الكيلو وين يا مضمرين، وما زال السيف حاير طاير ما بين هذه الأسماء، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ويشاء ما يريد. سبحانك يا علام الغيوب، أين سيتجه السيف؟ هل يمسي في ميدان التحدي؟ وهذا أيضا ما يتمناه ملاك الهجم في ميدان التحدي، أم يغادر إلى الأشقاء في الخليج؟ الله، رباعية خماسية لهجن الشحانية، خماسية لأبناء الميدان، أبناء الميدان ما يفرطون أبدا 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 بسيف أمير البلاد، بسيف أمير البلاد. زعفرانة تسللت، خليفة بن خليفة العطية مع المركز الأول، بطل معيدر شعاره مع المركز الثاني، فن المسند مع المركز الثالث، المركز الرابع حمية لهجن السالية، المركز الخامس حرير، حرير حمد بن غانم السلطان الهديفي وراء الهجوم وراء التقدم أيضا من قبل ملوح، تصل في هذه اللحظات وتصل شواهين سعيد سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري يقدم شواهين على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أبناء الميدان، أبناء الريان مع زعفرانة العطية، 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 حتى هذه اللحظات ماسك السيف بن صابه، ماسك السيف بن صابه، ولكن يا خليفة، ولكن يا خليفة، ولكن يا خليفة، أرى بطلة السيف، أرى حاملة السيف، حاملة اللقب في العام الماضي تصل، أيضا بطل معيدر قادم، أيضا بن عمان المهيري واصل، أيضا اللورد، 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 المزروع، المزروع، المزروعة، المزروعة، تسللت المزروعة، تسللت هجن السالية، وصلت المزروعة مع المركز الثاني، هجن السالية، اللورد عبد الله بن سعيد العيدة مع المركز الثاني، ولكن ما زالت زعفرانة العطية، ما زالت زعفرانة العطية، زعفرانة العطية مع السيف، مع السيف، مع السيف، مع الزعفران. أبناء الميدان يمسي السيف حتى هذه اللحظات في الميدان من خلال ما أرى السيف شحاني، والمفاجآت واردة، والمفاجآت واردة في أشواط السيوف، في أشواط القوة. أيضا تصل في هذه اللحظات الذيبة صالح بن بنية بن صالح البلوي، أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، أبناء ميدان تبوك الورد، يصلون في معركة السيف، في معركة السيف، زعفرانة المزروعة، وكذلك أيضا تصل في هذه اللحظات الذيبة، وهي ذيبة، أبناء تبوك، أبناء المملكة العربية السعودية. هل يمسي السيف أم يغادر، أم يغادر، أم يغادر، أم يغادر؟ البلوي، 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 السيف، 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 مع الذيبة، مع الذيبة، المسند، 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 التمامة، 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 ملك السيوف، ملك السيوف، ملك السيوف، يستعيد السيف، يستعيد السيف، كعادة ملك السيوف، كعادة ملك السيوف، لا والله شحاني، لا والله شحاني، التمامة، ناصر المسند، ناصر المسند، الأنيق، 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 لا غرابة يا ملك السيوف، لا غرابة يا ملك السيوف، فأنت ملك السيوف، فأنت ملك السيوف، تهانينا لنا
ياسر المسند، السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، التمامة، 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 يمسي السيف في الشحانية، سيف الأمير، سيف الأمير، تهانينا لهالقطر، تهانينا لأبناء قطر، تهانينا للمسند، السيف شحاني، السيف شحاني، ملك السيوف، ملك السيوف، ملك السيوف، يمسي السيف في ميدان التحدي، في ميدان الشحانية، ناصر المسند، ناصر المسند، يفرح الجماهير القطرية، تهانينا القلبية لناصر المسند، لملك السيوف، لملك السيوف، من انتزع السيف المفتوح، سيف الأمير، سيف الأمير، سيف الأمير الغالي، يمسي في ميدان التحدي، في ميدان الشحانية، وهذا هو ناصر بن عبد الله المسند، يتلقى التهاني، يتلقى التهاني من أيضا أخوانه المهنئين بمناسبة اختطاف سيف المهرجان، سيف المهرجان شحاني، تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على انتزاع الثمامة لسيف المهرجان، تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند، وهذا هو ناصر المسند يتلقى التهاني من المهنئين في أغلى الأشواط وفي أغلى المهرجانات، مهرجان أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمسي السيف في ميدان الشحانية في نسخته لعام 2022، سجلوه بحروف من ذهب باسم التمامة وباسم ناصر بن عبد الله المسند وملك السيوف، يمتلك أيضا هذا السيف الغالي. المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني الذيبة لصالح بن بنية البلوي، المركز الثالث، المركز الثالث في شوط السيف وصلت هملولة لمنصور بن سعد بن قدر الحبابي، والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت في شوط السيف تغيير لهجن السيلية، المركز الخامس، المركز الخامس بيمة لناصر بن عبد الله المسند، وهذه الثمامة والسيف، سيف اللي غدت به من العام 12 دقيقة 27 ثانية 22 جزء من الثانية، سلام يا ناصر بن عبد الله المسند، سلام، تحية إجلال وإكرام لهذا المالك الأنيق، الأنيق من يدفع الغالي والنفيس لأيضا بغاء السيف في هذا الميدان، ناصر بن عبد الله المسند، سلام، الثمامة سلام. المركز الثاني لما قصرت وأبلت بلاء حسنا في هذا الشوط وكانت قاب قوسين أو أدنى، تهانينا لأبناء المملكة، الذيبة قطعت المسافة في 12 دقيقة 31 ثانية 24 جزء من الثانية، تهانينا لصالح بن بنية بن صالح البلوي، سلام لأبناء المملكة، سلام، كان حضورا قويا في سيف المهرجان. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث في شوط السيف هنا هملولة وقطعت المسافة في 12 دقيقة 32 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس على فوز هملولة لمنصور بن سعيد بن محمد بن قذلة الأحبابي، وسلام لأبناء الإمارات الأشقاء، سلام. إذن المركز الأول مع ناصر بن عبد الله المسند، المركز الثاني مع